ظل التأزم الحاصل بين إيران والمجتمع الدولي ووسط تعثر المفاوضات النووية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن استئناف مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني ضروري للغاية بوصفه الخيار الأكثر عقلانية. واعتبر جروسي أن خطوة إيران بوقف عمل كاميرات مراقبة أنشطة نووية لا يبعث برسائل إيجابية لجهة تقليص الشفافية، محذرا من أن ذلك ينعكس سلبا على فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. على كل الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ محاضر في العلاقات الدولية دكتور خطر أبو دياب. صباح الخير ليك. وبين تقرير الوكالة المنتقد لإيران ورد الأخيرة بإخفاء كاميرات، يعني أي نقطة بلغها مصير الاتفاق النووي؟ صباح الخير لكم ولفريق العمل ولكل من يشاهدنا ويتابعنا. يعني المسألة أعقد، يعني وقف عمل الكاميرات لاحظنا أن الجلسة وأخيرا بعد جهد لم تصل إلى إدانة كاملة لإيران، لكن طلبت منها بسرعة التعاون. وكل هذا وهذا الطلب الثقل الأساس سيطرته إيران وقامت بوقف العمل بالكاميرات وحاولت تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة ووضعها في بعض الأساس. عندما نرى كيفية التصريب نعلم أن إيران خرقت عندما نرى عدم السماح بتجارة العديد من المنشآت هذا واضح. ومن الجلي أن إيران تطور برنامج موازي سري، ولذلك كل الكلام عن الاتفاق النووي يبقى نظريا نهاية. حتى لو تم إحياء هذا الاتفاق، لكن البرنامج الإيراني الموازي لكي تصل إيران وتكون دولة عتبة نووية مستقبل، أي أن إيران اتفقت على كل القرارات الدولية وتنتهكها، والآن تحاول أن تبدو كأنها تضغط معين، لكن في الحقيقة هي التي لم تحترم يوما زمان. نعم، جروسي تساءل حول خلفيات إخفاء الكاميرات، لماذا برأيك تقوم إيران بهذه الخطوة في حال ليس لديها ما تخفيه؟ هي لديها ما تخفيه لأنها كان يجب أن تعطي يعني إشارات حول أو يعني أجوبة دقيقة حول أثار اليورانيوم. هناك أثار مشعة في عدة مواقع، وهذه المواقع من الممنوع زيارتها. والآن إخفاء الكاميرات، وفي الأساس لا تسلم أفلام الكاميرات منذ فترة للوكالة الدولية بل تحجز في طهران. إخفاء كل ذلك سببه الأساسي أنها ستركب أجهزة طرد متطورة في بعض الأماكن وتفاجئ بها المجموعة الدولية، وهذا يعني تلويح بماذا؟ عندهم 43 كيلو من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، يمكن أن يجعلوا التخصيب 90%، وهكذا بإمكانهم خلال فترة بسيطة من إنتاج قنبلة نووية بدائية. إذن هذا هو الهاجس عند المجموعة الدولية، لكنه في النهاية مع كل هذا التقصير وهذا التهاون وهذا الانتظار الأمريكي ستصل إليه إيران، وكل التهويل الدولي لن يكون له نتيجة. طيب دكتور خطر، يعني بين تقرير الوكالة والوكالة خاصة حذرت إيران مما أسمته ضربة قاضية لمحادثات فيينا حول هذا الملف الشائك في حال استمر التعطيل، ما الذي تعنيه الوكالة بالضربة القاضية؟ يعني الضربة القاضية تعني أن هذا الاتفاق يا صديقي هو اليوم في موت سريري كما يقال، وستعلن وفاته في النهاية في حال عدم استئناف المفاوضات، لأن هذه المفاوضات امتدت منذ علينا أن نتذكر جيدا منذ إبريل 2021 إلى اليوم، طالت كثيرا وكادت في فبراير الماضي قبل اندلاع حرب أوكرانيا تصل إلى خاتمتها. فإذ بإيران تخرج من أحد الأمكنة مسألة رفع الحرس الثوري أو شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب الأمريكية، تعقد الأمر. لكن خلف كل ذلك هناك سبب أساسي بتقديري، هو عدم وجود صفقة متكاملة بين واشنطن وطهران حول عدد من المسائل،
وكل هذا مع صراع مع روسيا والصين على موقع إيران يجعل الأمور أكثر تعقيدا، يجعل إيران جزءا من هذا الصراع الدولي الأقليمي وهي تتورط فيه. طيب على ما تعول إيران في تصعيدها وما هي الرؤية التي تضعها للاتفاق النووي؟ إيران تعتبر أنها تجاوزت الضغط الأقصى في العقوبات أيام ترامب، وعلى إدارة بايدن أن تقدم التنازلات القصوى. هذا لم يحصل. أرادت إيران الاستفادة من حرب أوكرانيا لأن العالم بحاجة اليوم لضخ كميات إضافية من النفط والغاز الإيراني، ولكن الولايات المتحدة فتشت عن مصادر أخرى على ما يبدو، ومن هنا الآن الاعتماد الأساسي لإيران في المساومة على الصين وروسيا، أي أنها تقول للولايات المتحدة والدول الغربية لست بحاجة للشراكات معكم، أنا بإمكاني القيام بشراكات معينة، علما أن عندها عند إيران مشكلة هي التي يمكن أن تعيدها إلى طاولة المفاوضات. المشكلة الآن أنه ضمن الثلاثي الروسي الصيني الإيراني هناك تنافس ما بين إيران وروسيا على بيع النفط إلى الصين ومن يبيع النفط أرخص، وهذه مشكلة في التناقض بين من يعتبرون من الحلفاء. إذا كان ذلك واردا يمكن لإيران أن تقتنع في لحظة معينة أن وضع الاقتصادي لا يحتمل وتعود إلى المفاوضات، من هنا تترك الولايات المتحدة الباب مواربا على ذلك يسهم في إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات. طيب دكتور خطار، هل يمكن أن نرى سيناريو عسكري، خاصة وأنه من الخلاصات المطروحة هي أن الأجواء هذه تهيئ الآن لرؤية إسرائيل في التعامل مع هذا الملف والتي ستكون أكثر قابلية للتطبيق في توجيه ضربات على عدة صعد لتعطيل الجهود الإيرانية النووية؟ يعني بالفعل الحرب الخفية إن شئنا لم تتوقف يوما. منذ 2010 هناك ضربات للبرامج الإيرانية، إن كان البرنامج النووي أو البرنامج الصاروخي، من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، مرات بالتنسيق مرات إسرائيل بشكل منفرد، ولكن دوما بغطاء أمريكي بشكل أو بآخر. أما أن يصل الأمر بعد المناورات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قبرص إلى ضربة إسرائيلية خاطفة أو ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية والتهديد الإيراني بتدمير أو تسوية حيفا وتل أبيب بالأرض، كل هذا أي تصرف إسرائيلي كبير من هذا النوع بحاجة إلى غطاء أمريكي، وهذا بتقديري غير موجود، وليس هناك من قرار إسرائيلي بحرب شاملة ولا من قرار إيراني بحرب شاملة حتى اللحظة. هناك إذن حرب خفية، كما نرى اغتيالات داخل طهران، محاولات رد من قبل الإيرانيين، وأيضا توتر في الإقليم. في العراق يترجم بعض المرات، كان هناك قصف لمطار دمشق منذ عدة أيام وأصيبت فيه مستودعات يقال أنها للميليشيات الإيرانية. إذن نحن أمام تصعيد ولكنه مضبوط تحت سقف معين، أما أن يصل إلى حرب فيها ضرب للمنشآت النووية فهذا يعني حرب كبيرة في الإقليم، ويبدو أن الكل يود تجنبها حتى اللحظة. إذن الأكاديمي والكاتب الأستاذ والمحاضر في العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك.